السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة معانا جبار جيمنج، أجهزة استراد فرز أول بحالة الزيرو جيمنج، أجهزة ديل انسبايرون ال 15 7000، أجهزة استراد فرز أول بحالة الزيرو، أجهزة جيمنج. المواصفات بتاعتها الكور اي 5 الجيل السابع 7300 اتش كيو، وطبعا ده بروسيسور مخصوص للجرافيك العالي مخصوص للجيمز، تمام. كور اي 5 جيل سابع اتش كيو، برامات 16 جيجا دي رام 4، هارد 1 تيرا ساتا. الجهاز طبعا جيمنج، كيبورد مضيئه، شاشه 15.6 فول كيبورد. الجهاز بيبقى نازل بكارتين شاشه، كارت شاشه انتل وكارت شاشه انفيديا جي تي اكس ال 1050 4 جيجا، وبيقلى طبعا مع الرامات زي ما انتم عارفين. جي تي اكس 1050 غني عن التعريف طبعا. اجهزه استيراد فرز اول زي ما انتم شايفين حالتها بتبقى حاله نظيفه جدا زي ما انتم شايفين كده، وطبعا السعر على الخاص او في اول تعليق ان شاء الله. والسلام عليكم.